الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى الموافقات. أصول الفقه مهم جدا عندنا في هذا الباب. الموافقات، المسألة العاشرة: يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة تسمى مرتبة العفو. هنا مرتبة هي مرتبة العفو، فلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة المذكورة، هكذا على الجملة ومن الدليل على ذلك أوجه. وطبعا هنا يرى أن العفو ليس على الإباحة، في هذا الباب. هو يقول هذه مرتبة بين الحلال وبين الحرام، ليست الإباحة ولكنها مرتبة العفو، يعني المسكوت عنه. هو المعفو عنه هو المسكوت عنه، الراجح في ذلك المعفو عنه هو المسكوت عنه. ومن الدليل على ذلك أوجه، منها ما تقدم من الأحكام الخمسة تتعلق بأفعال المكلفين مع القصد إلى الفعل، يعني لابد من نية إلى الفعل. إن شاء الله أجيبك بإذن الله بعد درس الأصول. وأما دون ذلك فلا، وإذا لم يتعلق بها حكم منها مع وجدانه ممن شأنه أن تتعلق به، فهو معنى العفو المتكلم فيه أي لا مؤاخذة. وإيش المعفو عنه؟ المسكوت عنه، المعفو عنه والمسكوت عنه، وهذا لا تتكلم فيه. يعني حتى أصلا جاء الشرع بالمنع من يعني المجادلة في المعفو عنه، في المسكوت عنه. الثاني، ما جاء النص على هذه المرتبة على الخصوص، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. قال: وعفى عن أشياء رحمة بكم لا نسيان فلا تبحثوا عنها. قال: لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. ولذلك قال ابن عباس: ما رأيت قوما خير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض، وكلها في القرآن. يعني إجابة كانت في القرآن، انتظر الآن. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيط، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الشهر الحرام، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، يعني كان هذا الغالب عليهم. والمعنى هنا أنهم لا يتكلفون في السؤال. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما لم يذكر في القرآن فهو مما عفى الله عنه، وكان يسأل عن الشيء لم يحرم فيقول عفو. وقيل له: ما تقول في أموال أهل الذمة؟ فقال: العفو، يعني لا يؤخذ منهم الزكاة. قال عبيد بن عمير: أحل الله حلالا وحرم حراما، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. وهذا كله أدلة من يعني تثبت المرتبة التي يقول بها الإمام الشاطبي أنها مرتبة بين الحلال وبين الحرام، لأن الحلال والحرام النصوص جاءت فيها، وهناك ما لم يأتي فيه نص صار معفو عنه. والثالث ما يدل على هذا المعنى في الجملة كقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فإن موضع اجتهاد في الإذن عند عدم النص، يعني موضع الاجتهاد هنا لا مؤاخذة فيه، كأنه الشاطبي أراد أن يبين لنا أن المعفو عنه هو الذي لا يؤخذ عليه صاحبه، المعفو عنه هو الذي لا يؤخذ عنه صاحبه سواء ترك أو فعل. فلو فعل باجتهاد فهو معفو عنه. وقد ثبت في الشريعة العفو عن الخطأ في الاجتهاد حسب ما بسطه الأصوليون. أشوف هو جعله الآن العفو حتى يقع في الخطأ. طب هذا يكون في الحلال بين وحرام بين أيضا، فيكون فيه العفو. يعني هو أراد أن يقول بأن العفو هو المعفو عنه الذي لا يؤاخذ فيه صاحبه. قال الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كثرة السؤال فيما لم ينزل فيه حكم بناء على حكم البراءة الأصلية. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره من ذلك حتى لا يحرم بسؤاله، إذ هي راجعة إلى هذا المعنى، ومعناها أن الأفعال معها معفون عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل أو حرم عليهم من أجل مسألته أو من أجل مسألته. هنا لابد أن تفهم شيئا يا عبد الله.
لابد أن تفهم شيئا هنا بأن الشرع جاء بكثير من المباحات. لابد أن نفهم شيئا أنه الشرع جاء بكثير من الإباحات وحذر التحريم، فلذلك لا يتجرأ أحد على أن يحرم حتى يأتي دليل أوضح من شمس النار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم فيه فأتوا منه ما استطعتم. وهذا أيضا فيه أنه حرم كثرة السؤال، لأن المعفو عنه قد يحرم بسبب كثرة السؤال. ولذلك قال إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته. نعم. وقرأ عليه السلام قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال يا رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. لا أسف أدخل هنا الأول. لوجبت ولما استطعت. على جعله هنا ما هو هذا أصلا. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال قال أحدهم يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لا. قالوا أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فهنا يقول ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، والذي نفسي بيدي لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، ولو لم تقوموا بها لكفرتم، فذروني ما تركتكم. هذا كله يبين أن المعفو عنه لا يجوز السؤال عنه، لأنه قد يحرم بسبب كثرة السؤال. نعم. جزيت الجنة يا باشمهندس، أحسن الله عليك. ثم قال عفى الله عنها، يعني بعد ما ذكر أشياء في سورة المائدة يا الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، قال عفى الله عنها. فما كان قد عفى الله عنها يعني سكت عنها، المسكوت عنه غير المؤاخذ به، والمسكوت عنه وأراد هنا أن يبين هذه مرتبة بين الحلال وبين الحرام، وهي المسكوت عنه. وقد كره عليه السلام المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال، وقام يوما وهو يعرف في وجهه الغضب فذكر الساعة وذكر قبلها أمورا عظاما، قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الناس من البكاء حين سمعوا ذلك، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أبوك حذافة. قال فلما أكثر أن يقول سلوني برك عمر الخطاب يجلس على ركبتيه يبكي. قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، حين قال عمر ذلك فنزلت الآية، قال النبي والذي نفسي بيدي لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض الحائط وأنا أصلي فلم أراك اليوم في الخير والشر. وظاهر هذا من هذا المساق أن قوله سألوني في معرض الغضب كان تقريعا وتوبيخا وتنكيلا لهم، ولأجل ذلك جاء قول الله جل وعلا إن تبدى لكم تسؤكم، فما عفى الله عنه فلا بد أن تكون أنت غير مبادر في السؤال عنه، لأنه تكلف. وقد قال الله تعالى ناهي النبي أن يتكلف، قال وما أنا من المتكلفين. والتنطع جاء الشرع بالنهي عنه، هلك المتنطعون. ومثل هذا قصة أصحاب البقرة لما شددوا بالسؤال وكانوا متمكنين من ذبح أي بقرة شاءوا، شدد عليهم حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون. وهذا كله واضح في أن من أفعال المكلفين ما لا يحسن السؤال عنه وعن حكمه، ويلزم من ذلك أن يكون معفوا عنه، فقد ثبت أن مرتبة العفو ثابتة وأنها ليست من الأحكام الخمسة.
يعني هنا هو قال يعني المسكوت عنه سكت عنه الله جل وعلا ولم يذكر أحكامه، إذن لا يؤخذ عليه المرء، فالمسكوت عنه ليس من الحلال ولا من الحرام، يعني ليس من المرتبة من المراتب هذه التي يؤخذ عليها صاحبها. فالحلال يؤخذ على عدم فعله، والحرام يؤخذ على فعله، والمندوب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، نعم، والمكروه يثاب على تركه، والمباح إن انتوى قد ينتقل بين هذا وذاك، على أن الوسائل لا أحكام المقاصد فيما فصلنا بعد قبل ذلك. ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة، منها ما يكون متفقا عليه ومنها ما يختلف فيه، فمنها الخطأ والنسيان، فإنه متفق على عدم المؤاخذة. جزاكم الله خير. فكل فعل صدر عن غافل أو ناس أو مخطئ هو ما كان عفوا، كما قلنا في مسألة المخطئ اجتهادا، الذي اجتهد فأخطأ فإنه يعفى عنه في ذلك، يعفى عنه في هذا الباب. قال الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت له. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذنوه، فأذن لهم، أن أهل النفاق جاءوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله. فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم. لما أذنت لهم؟ هذا اجتهاد منه أو الآن، ورفقا به عاتبه ربه جل في علاه بلطف ورفق، عفى الله عنك، صدر الباب بالعفو أولا، عفى الله عنك لما أذنت لهم. هذا الاجتهاد ليس في محله، وسواء علينا أفرضنا يعني تلك الأفعال مأمورا بها أو منهيا عنها أم لا، لأنها إن لم تكن منهيا عنها ولا مأمورا بها ولا مخيرا فيها فقد رجعت إلى قسم ما لا حكم له في الشرع، وهو معنى العفو وإن تعلق بها الأمر والنهي. فمن شرط المؤاخذة به ذكر الأمر والنهي والقدرة على امتثال، وذكر وذلك في المخطئ والناس والغافل محال. مخطئ وناس وغافل غير مكلف، غير مكلف، رفع القلم عن ثلاث، نعم. ومثال ذلك النائم والمجنون والحائض وأشبه ذلك، فإنه في حقيقة الأمر معفو عنهم ومرفوع عنهم القلم. ومن الخطأ في الاجتهاد، لو اجتهد فأخطأ أيضا في هذا الباب يكون مرفوع معفو عنه. المتقدمون من الأصولين يقولون: المخطئ في أصول الفقه آثم كالمخطئ في أصول الدين، وجنح المتأخرون أنه غير آثم كالمخطئ في الفروع. وواجه ما ذهب إليه المتقدمون أن القواعد الكلية لقلتها وجلاء شواهدها أقرب مأخذا وأيسر على الراسخ في فهم الكتاب والسنة من الأحكام الجزئية التي تتجاوز حد الحصر، وتوقف استنباطها بحق على النظر في أسباب الوقائع ما ترتب عليها من المصالح أو المفاسد، ثم الرجوع إلى النصوص والأصول، وهي كثيرا ما تتلازى بالواقع، فلا يهتدي المشاهد لتخليص الحكم مع عقيدها. طيب، وإحنا قلنا أيضا الاجتهاد معفو عنه، يعني لو اجتهد فأخطأ فهو معفو عنه، والعفو عنه جاء من قول الله جل في علاه: عفى الله عنك. النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد مع المنافقين عندما استأذنوه بعدم الخروج خشية الفتنة، فأذن لهم واستغفر لهم، فعاتبه ربه عتابا رقيقا لأنه لا مؤاخذة عليه في ذلك، اجتهاد منه، قال: عفى الله عنك، صدر الباب بالعفو حتى لا تتقطع الأوصال، قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وأيضا تعلمون بأن النبي اجتهد مع أبي بكر في أسارى بدر، وقال بأخذ الفدا، عمر ما أشار بذلك وأشار بالقتل. قال الله جل في علاه: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، يعني من الفدا عذاب عظيم. فعفى الله عنه، قال: لولا كتاب من الله سبق، فكان عفو أيضا من الله عنه. وأيضا الإكراه فيه العفو، المكره معفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا باتفاق المكره معفو عنه. وأيضا الترجيح بين الدليلين عند التعارض ولا يمكن الجمع، فإن المرجوح، لأنه لابد من راجح ومرجوح، لابد من راجح ومرجوح، فالمرجوح في حكم العفو. وأيضا العمل على مخالفة الدليل الذي لم يبلغه معفو عنه، يعني الذي يعمل بدليل لم يصله دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بخلافه معفو عنه لأنه لم يبلغ الحديث، فهذا العذر له. وجميل جدا أن تعرف ذلك في رفع الملام على الأئمة الأعلام، أنهم قد يخطئون في ذلك، وقد ترى أن العذر أنه لم يبلغ الحديث، كما أن ابن عمر ما كان قد بلغه حديث أن النبي نهى عن تأجير الأرض إلا بذهب والفضة،
قال كنا نؤجرها، فلما أتاه حديث رافع بن خديج توقف لم يبلغ الحديث. وأيضا كانوا يقولون بأن الذي جامع فأكسل ما عليه إلا الوضوء، لم يبلغهم حديث عائشة إذا بلغ إذا مس الختان الختان وجب الغسل. ولما بلغ حسم المد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لا تراجعوني في هذه المسألة مرة ثانية، لا أجد أحدا يتكلم بمثل هذا إلا أوجعته، لأنها فصلت في النزاع. لكن هنا معفو عنهم لأنه لم يبلغهم الدليل. وأيضا الترجيح بين الخطابين عند زحمهما لم يكن الجمع، ولم يكن سمة الجمع بينهما، لا بد من حصول العفو بالنسبة للمؤخر حتى يحصل المقدم. المهم أن هذه أيضا من أبواب العفو التي قد من الله بها على هذه، رحمة أيضا، رحمة في التشريع للأمة الإسلامية، رحمة في التشريع للأمة الإسلامية. طيب لو في أسئلة تفضلوا، لو في أسئلة تفضلوا.